ينضم إلينا من الخرطوم خالد أتيجاني نور، رئيس تحرير صحيفة إلاف السودانية. أهلا وسهلا بك أستاذ أتيجاني نور. إذا اليوم ستعقد الجلسة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة، ومصر والخرطوم أيضا تنتظران رد أديس أبابا على الملاحظات الفنية التي قدمتها مصر. ما هو المتوقع اليوم من موقف إثيوبيا؟ هل سيتم التفاعل بإيجابية مع هذه المقترحات؟ حقيقة لا أتوقع تغييرا في الموقف الأثيوبي. الموقف الأثيوبي ظل منذ البداية يراهن عادة على يعني فرض الأمر الواقع. هذه المفاوضات كان مفترض حسب الإعلان الرئاسي الذي يعني الاجتماع تمت في أواخر يونيو الماضي، بأن منذ الجمعة الماضية في 10 من يونيو أن يتم الاتفاق يعني حسب الوساطة التي تقودها الآن جنوب أفريقيا، ولكن ما حدث هو تم تمديد المفاوضات. المسألة الأخرى أيضا أن حصلت نوع من الردة يعني في أجندة التفاوض قبل الذهاب إلى هذه المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي. كان هناك حديث عن أن أكثر من 90% من القضايا ذات الطابع الفني تم الاتفاق عليها. كان الخلاف يدور حول ما إلزامية هذا الاتفاق في إطار قانوني، ولكن الآن مرة أخرى عدنا إلى مرحلة تقول فيها مصر أنه هناك خلافات جوهرية حول قضايا فنية وكذلك حول القضايا القانونية بالضرورة. السودان أيضا يقول نفس الشيء أنه لم يحدث يعني اختراق كبير، وبالتالي تم إعادة يعني كل طرف يعني التذكير طيب بمواقفه السابقة، إذا في حين أن أثيوبيا لم تزحزح موقفها غيد أنملة. إذا ما هي السيناريوهات البديلة في حال أيضا فشلت هذه الجولة الأخيرة من المفاوضات؟ ما المتوقع من الموقف المصري والسوداني في التعامل مع هذا الموضوع إذا فعلا باشرت أثيوبيا بملء السد حسب تصريحاتها السابقة؟ نعم، اثيوبيا طبعا تقول انها يعني ماذون لها بذلك منذ الاتفاق الاطاري في 2015، بالاضافه الى ان عمليه بدء السد في حد ذاتها يعني سيكون هناك ملء حوالي اقل من 5 مليار متر مكعب، وهي كميه قليله بالنسبه لحجم السد. ولكن اثيوبيا تريد ان تضع سابقه بانها تستطيع ان تمضي قدما دون ان تقيد نفسها باي التزامات قانونيه. الخرطوم تقول ان لديها بدائل ولكن لم تفصح عنها. مصر كذلك يعني ستجد نفسها ايضا في موقف حرج للغاية، خاصة وأنها ذهبت من قبل إلى طلب الوساطة الأمريكية ويعني لم يحدث اختراق كما كان متوقعا. ذهبت أيضا إلى مجلس الأمن الدولي وعاد نعم. الكرة إلى الملعب الأفريقي، وبالتالي الخيارات الدبلوماسية في تقدير ربما يعني استنفذت أغراضها، وبالتالي يصبح ثم ماذا بعد. أعتقد أن الخيارات ستكون مفتوحة، ولكن في كل الأحوال ربما من الصعب الاتجاه إلى عمل عسكري. ربما يتوقع بعض الناس أو يعني يطالب بعض الضغوط في هذا الاتجاه، وبالتالي ستكون يعني الخيارات مفتوحة على احتمالات شكرا كافة. شكرا لك خالد أتيجاني نور، رئيس تحرير صحيفة إلاف السودانية، كنت معنا من الخرطوم.